وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وهل لك أن تحدثنا حول أهمية الاجتماع البرلماني الآسيوي ومشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين؟ أشكركم على الاستضافة. طبعا اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية بيكون في جمهورية أذربيجان، وبيكون العنوان الرئيسي يعني هو التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا. وطبعا حرص مملكة البحرين والشعبة البرلمانية برئاسة معالي الرئيس السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن يكون لنا حضور مكون من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الشورى في هذا الاجتماع المهم. طبعا مملكة البحرين حققت الكثير من المنجزات وفي كافة المسارات، وفي ظل مسيرة تنموية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. طبعا في الاجتماع يعني بيكون هناك جلسات مختلفة بعد الجلسة الافتتاحية، ويكون فيها عناوين رئيسية اللي هو راح يتم تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا، أيضا استعراض التجارب الناجحة والمشاريع والمبادرات والبرامج النوعية التي من شأنها دعم التنمية المستدامة لصالح دول شعوب آسيا. اليوم كان احنا عندنا الاجتماع التنفيذي بالجمعية، وشاركت فيه أنا بصفتي نائب لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وكذلك رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الوفد. إن شاء الله يوم غد سوف يكون الافتتاح، وبيكون معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم هو رئيس الوفد، وراح يلقي الكلمة الافتتاحية في الجمعية البرلمانية الآسيوية مع رؤساء المجالس البرلمانية من مختلف الدول الآسيوية اللي هم مشاركين معنا في هذا الاجتماع. وبعد الجلسة الافتتاحية بشكل مباشر راح يتم بدء اجتماعات اللجان، وهي اللجان الأربع اللي موجودة: اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، لجنة الموازنة والتخطيط، اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، وأخيرا اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية. ومن خلال هذه الاجتماعات راح يتم إقرار يعني جميع القرارات اللي تم الاجتماع فيها سابقا في كل دولة من هذه اللجان، وبعدها راح نشهد الجلسة العامة والله هو إقرار باكو ومشاريع قرارات اللجنة والجمعية البرلمانية ومشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت، وأخيرا راح يتم مناقشة دعم البرلمانات للقضية الشعب الفلسطيني، والنهاية يعني رأي جميع الأعضاء من الجمعية الآسيوية البرلمانية في هذه القضية موقف ثابت ما يتغير. نعم سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.